عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير. معكم أخوكم سلطان قحطاني من موقع التقني بالأحدود. إذا كنت تبحث عن كونكت يعتبر الأقل سماكة بالعالم فهذا هو واوي موبايل واي فاي E5338. في نوعين من هذا الكونكت، النوع الأول بشبكات الجيل الثالث فقط، والنوع الثاني بشبكات الجيل الرابع، كلاهما بسماكة 6.8 ملم، حتى أنه أقل سماكة من بعض الهواتف الذكية. فبالتالي مع الوزن خفيف جدا بإمكانك وضعه بداخل الجيب أو أنه تحطه بداخل المحفظة، ما عندك أي مشكلة. البطارية غير قابلة للإزالة بسعة 1500 ملي أمبير. من جهة هذه راح تشوف زر خاص بالرسيت إعادة ضبط الكونكت مايكرو سبي 2.0. من هنا راح تشوف منفذ مغلق خاص بإدخال الشريحة، بعدها زر خاص بتشغيل واطفاء الكونكت بشكل كامل من هذا المنفذ الخاص بالشريحة. ومن ثم من الجهة الأمامية فانك راح تشوف شاشة صغيرة خاصة بحالة البطارية او قوة التغطية وغيرها. بمجرد ما تحط الشريحة فإنه بإمكانك تحمل برنامج، هذا البرنامج متوفر على الأندرويد والآي أو إس للتحكم بالكونكت من خلال هاتفك المحمول. حتى ممكن تضغط الشخص اللي شابك في الواي فاي الخاص فيك أو تسوي إعادة ضبط لكلمة السر وحسابك. هنا بين لك حالة البطارية، كم من البيانات اللي انت حملتها باستخدام هذا الكونكت، الشورت كات يعطيك اختصار الاسمس في حال انه وصلتك رساله مثلا انه الباقه على وشك الانتهاء، فانه بامكانك تشوف الرساله على طول من خلال هاتفك المحمول. شير للمشاركه، ما اعرف وش قصتهم بالمشاركه، ما ادري وش هو، لكن هنا بامكانك الدخول الى صفحه الاعدادات وتدخل على حسابك وسكان للبحث وغيرها من هذه الأمور. فما في شيء يذكر جدير بالذكر يعني فيها أوكي سكان خاص بالباركود، فمثلا خلينا نقول هنا الباركود، فنتسوي له هنا على طول وعلى طول يسوي لك سكان للباركود. فما أدري وش الفائدة الكبيرة منها، لكن عموما أنه في برنامج موجود على جوالك بدل ما تدخل على الكمبيوتر ومن هذه الأمور. عجبتني فكرة أنه خفيف الوزن بسماكة أقل، لكن نحتاج أنه نجربه ونشوف كيف أداءه والبطارية الخاصة فيه. ترقبوا مراجعتنا الشاملة إن شاء الله في الموقع. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.